طيب الله أوقاتكم مشاهدين الأكارم، هذه وقفة يومية مع جديد الانتخابات الأمريكية. كيف يبدو الطريق إلى البيت الأبيض؟ ما هي آخر المستجدات لهذه الانتخابات المهمة؟ لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية المعروفة اختصارا باسم آيباك تعد واحدة من أهم جماعات الضغط السياسي المدافعة عن المصالح الإسرائيلية في الولايات المتحدة، والتي لها دور كبير في التأثير على الانتخابات الرئاسية. فمع بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بعد أحداث 7 أكتوبر، رصدت هذه المنظمة وفقا لتقارير أمريكية ما يقرب من 200 مليون دولار من أجل تغيير الرأي العام الأمريكي تجاه ما تمارسه إسرائيل من إبادة بحق الشعب الفلسطيني. ومع ارتفاع حرارة السباق الرئاسي الأمريكي نحو البيت الأبيض وما تواجهه إدارة بايدن من ضغوط داخليا، دفعت التوتر الحاد في العلاقات مع تل أبيب. نجحت جماعات الضغط اليهودية الإسرائيلية في جذب تأييد المشرعين الجمهوريين من أجل التضييق على النواب التقدميين بالحزب الديمقراطي ومعارضي سياسة إسرائيل. فإلى أي مدى سيؤثر الانقسام في الكونغرس بشأن إسرائيل على مسار الانتخابات الرئاسية؟ في مقابلة مع مجلة التايم الأمريكية، أفاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن هناك أدلة على تدخل الصين في الانتخابات الأمريكية المقبلة، وقال مازحا إن جميع الأشرار يشجعون الرئيس الأمريكي السابق ترامب في سباق نوفمبر بحسب قوله. وأضاف الرئيس الأمريكي الساعي للحصول على ولاية ثانية متتالية في البيت الأبيض في انتخابات الرئاسة الأمريكية أن الصين سيكون لها مصلحة في العبث بالانتخابات، رافضا الخوض في مزيد من التفاصيل. وأوضح بايدن تأكيد القادة الأجانب المتكرر على مدى أهمية فوزه مجددا بالانتخابات الأمريكية، وذلك لحماية الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي خارجها. تقدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بفارق نقطتين على الرئيس الحالي جو بايدن في استطلاع رأي أجرته مجلة الأكونوميست الأمريكية، يحكي مواجهة افتراضية بين الاثنين في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل. وأشار الاستطلاع إلى أنه في حال تنافس الرئيسين السابق والحالي وجها لوجه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فسيحصل ترامب على 50 نقطة من الأصوات، بينما يحصل بايدن على 48 نقطة. ورغم إدانته بتهم جنائية تتعلق بتزوير سجلات الأعمال، تظهر استطلاعات الرأي المتكررة أن شعبية الرئيس السابق دونالد ترامب لم تتأثر، موضحة أن هناك انقساما متساويا بين الأمريكيين في الاختيار بينه وبين بايدن. من واشنطن ينضم إلينا في هذه الوقفة رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية. أهلا بك رامي. بطبيعة الحال نحن نتحدث عن عوامل كثيرة متفاعلة الآن في سباق الانتخابات الأمريكية، لكن دعني أتوقف معك بداية مع تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن مع مجلة دي تايم بخصوص تدخل الصين في الانتخابات القادمة. ربما كنا نسمع سابقا عن تدخل روسي، لكن الرئيس الأمريكي هذه المرة يتحدث عن ربما تدخل صيني لصالح ترامب. ضعنا في أهم العناوين المهمة في هذه المقابلة للرئيس الأمريكي جو بايدن. مرحبا ياسر. هناك دائما مخاوف أمريكية من التدخل في الانتخابات، إما كانت تدخلات خارجية أو تدخلات داخلية. يعني دعني أعود بك إلى الوراء قليلا، إلى انتخابات عام 2016، وهي الانتخابات التي ربح فيها الرئيس السابق دونالد ترامب ضد المرشحة الديمقراطية آنذاك هيلاري كلينتون. في هذه الانتخابات كان هناك تحقيق طويل مفتوح عن التدخل الروسي، ووجدت بالفعل بعض الدلائل والمؤشرات على وجود تدخل روسي في الانتخابات الأمريكية، عمليات قرصنة على بعض الحسابات، على بعض أيضا المنظومات الخاصة بعمليات التصويت وما إلى ذلك.
ولكن في النهاية خلصت هذه التحقيقات إلى أنه ليس هناك مؤشر صلب يؤكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استفاد من هذا التدخل وصب في صالحه، لذلك انتهت هذه التحقيقات إلى لا شيء. في 2020 عندما ربح الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن أمام الرئيس السابق دونالد ترامب، دفع دونالد ترامب بأن هناك تدخلا في الانتخابات ولكن من الداخل من جانب الحزب الديمقراطي، وأن هناك بعض عمليات التسوير شابت عمليات الفرز في بعض الولايات مما أدى إلى فوز الرئيس الأمريكي جو بايدن، ولكنها بطبيعة الحال كانت ادعاءات بلا دلائل فلم تصل إلى شيء. أيضا هذه المرة الانتخابات وكأنها إعادة لما جرى في 2020 ما بين بايدن وترامب، ولكن هذه المرة الديمقراطيون يدفعون مقدما بأن هناك احتمالات لتدخل الصين وروسيا، وبايدن قالها ذلك مازحا ربما في حواره مع تايم أن جميع الأشرار يؤيدون الرئيس السابق دونالد ترامب. الأشرار هنا مقصود بهم الصين وروسيا، خصوم الولايات المتحدة. هناك اعتقاد لدى الإدارة الأمريكية الحالية، الإدارة الديمقراطية، بأن الصين وروسيا يريدون أن يصل إلى البيت الأبيض رئيس جمهوري، ويحبذا لو كان دونالد ترامب، رغم الكثير من التصريحات حتى يوم أمس من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي قال إنه لا يفرق معه ما إذا من يصل إلى البيت الأبيض، ما إذا كان ترامب أو بايدن، ما إذا كان جمهوريا أو ديمقراطي. ولكن الاعتقاد الديمقراطي، وأعتقد أنه يستخدم أيضا هذا الاعتقاد في الدعاية الانتخابية للديمقراطيين، حيث يريد أن يوصل للأمريكيين فكرة أن أعداء الولايات المتحدة وخصومها يريدون دونالد ترامب، إذن عليكم ألا تنتخبوا دونالد ترامب. يعني هذه هي الرسالة التي يريد بايدن توصيلها ويريد الديمقراطيون إيصالها إلى الناخب الأمريكي. نعم، طيب رامي، طبعا نحن على مدار الفترة الماضية وربما في قادم الأيام حتى يوم الانتخابات تقريبا ما نطالع استطلاعات الرأي المختلفة المتعددة. يعني ربما في حلقة سابقة منذ عدة أيام كنت أشير إلى استطلاع رأي يتحدث تقريبا عن فارق 6 نقاط بين الرئيسين، الرئيس الحالي والرئيس السابق. ها هي الإيكونومست تتحدث عن ربما فارق 2، ما زال التفوق طبعا هنا لصالح ترامب. كيف تقرأ هذه الاستطلاعات في وضعا في الاعتبار يعني معامل الخطأ في هذه الاستطلاعات، لكن في طول الخط ترامب هو المتقدم؟ هذا صحيح، ودعني أضع بعض الخطوط العريضة والعوامل المشتركة ما بين كل هذه الاستطلاعات. أول شيء إن ترامب متقدم دائما في هذه الاستطلاعات كما قلت. الشيء الثاني هو أن هذه الاستطلاعات دائما ما يكون هامش الفارق ما بين ترامب وبايدن ليس كبيرا، أي أننا نتحدث تقريبا عن أن نصف الشعب الأمريكي مع ترامب ونصف الشعب الأمريكي مع بايدن. هذا يقودنا أيضا إلى العلامة الثالثة أو المؤشر الثالث في هذه الاستطلاعات والعامل المشترك بينها، وهو أن هذه الاستطلاعات ليست دقيقة بنسبة 100% كما ذكرت أيضا، وأن هناك هامش خطأ وارد جدا. لذلك لا يعني ذلك بالضرورة أن يفوز ترامب في الانتخابات المقبلة بحسب استطلاعات الرأي هذه، لأنه عندما تأتي لحظة الانتخابات تتغير أشياء كثيرة، يوم الانتخابات نفسه يغير أشياء كثيرة، وما زال يفصلنا عن هذه الانتخابات نتحدث تقريبا عن 5 أشهر أو أقل. فهذا يعني أن هذه الفترة يمكن أن يحدث فيها أشياء كثيرة في الحقيقة، يحدث فيها أشياء خاصة بترامب، يحدث فيها أشياء خاصة ببايدن، بايدن قد يقوم ببعض الخطوات التي تفيده في الانتخابات أو حتى تضره، ترامب لديه العديد من القضايا قد يبت في إحداها وقد يتعرض إلى ضربة مثلما التي تعرض لها في نيويورك في قضية أموال الصمت عندما أدين ب34 تهمة جنائية وسيصدر الحكم النهائي فيها في يوليو المقبل. إذن من المبكر جدا الحكم على استطلاعات أو على دقة استطلاعات الرأي بأنها استطلاعات دقيقة إلى حد كبير، ولكن في نفس الوقت هي تمثل أيضا مؤشرات وتمثل علامات مهمة على أن ترامب ليس بالمنافس السهل، ولن يكون الأمر كما قالت رويترز إنه خسر ربما 10% من تأييد ناخبيه ومؤيديه بعد الحكم عليه، ولكن يبدو أن هناك فئة ليست بالقليلة لا تزال تقف وراء ترامب ولا تزال تريده أن يحتل مكانه في البيت الأبيض ل4 سنوات مقبلة، وأيضا هناك من هم مقتنعون ببايدن. إذن المسألة في الحقيقة يعني
تزيد الأمور غموضا وتزيد الأمور تعقيدا. طيب أشكرك شكرا جزيلا من العاصمة واشنطن رامي جابر مراسل القاهرة الإخبارية. مشاهدينا الكرام، التفاعلات لساسة الأمريكيين ما زالت مستمرة وتتواصل عبر وسائط التواصل الاجتماعي المختلفة. هنا هاجم السناتور الديمقراطي بيرني ساندرز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووصفه بأنه خلق أسوأ كارثة إنسانية في التاريخ الحديث، وذلك تعليقا على دعوة نتنياهو لإلقاء خطاب أمام المشرعين الأمريكيين في غضون أسابيع. ووصف ساندرز نتنياهو في تدوينة نشرها على منصة إكس بأنه مجرم حرب وتسبب في دمار ومجاعة وموت، ولا ينبغي أن نكرمه بدعوة لإلقاء خطاب في الكونغرس الأمريكي في إشارة إلى الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة. في أمر آخر، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إن المجلس الذي يهيمن عليه حزبه الجمهوري صوت هذا الأسبوع لصالح فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية ردا على ما وصفها بالمزاعم الشنيعة والتي لا أساس لها من الصحة. جونسون هاجم أعضاء الحزب الديمقراطي في تدوينة عبر منصة إكس قائلا: من المثير للقلق أن إدارة بايدن و155 عضوا ديمقراطيا في مجلس النواب قد عارضوا هذه العقوبات، مما أعطى البيروقراطيين الدوليين تصريحا مجانيا لاستهداف إسرائيل. وجاء تصويت النواب الأمريكي لصالح فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين في جيش الاحتلال الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. قال ديك دوربن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ وهو ثاني زعيم ديمقراطي في مجلس الشيوخ خلفا للسيناتور تشاك شومر أو خلف السيناتور تشاك شومر إنه لم يكن ليدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلقاء كلمة أمام اجتماع مشترك للكونغرس، وأنه كان ينتظر أن يتبنى نتنياهو حل الدولتين والذي يعتقد أنه السبيل الوحيد للمضي قدما في إسرائيل. فإلى أي مدى يحاول الجمهوريون التحالف مع لوبيات اليهودية الإسرائيلية في واشنطن على غرار أيباك من أجل دعمهم قبل الانتخابات الرئاسية في ظل انقسام ديمقراطي حول دعم إسرائيل؟ في خطوة من شأنها أن تزيد العلاقات الإسرائيلية الأمريكية توتراً، ينوي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلقاء خطاب هو الرابع في تاريخه أمام الكونغرس الأمريكي بدعوة أصر عليها المشرعون الجمهوريون وسط اعتراضات من كتلة اليسار التقدمي بالحزب الديمقراطي تجعله لا يحظى بترحيب كبير بسبب الإبادة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وفيما يستعد الكونغرس للخطاب المنتظر والمتوقع في غضون أسابيع قليلة، أشار موقع إكسوس الأمريكي إلى أن الديمقراطيين التقدميين بزعامة السيناتور بيرني ساندرز اعتزموا مقاطعة الخطاب الذي من شأنه خلق ضجة داخل أروقة الكونغرس التي ضجت مؤخراً بشأن منع المساعدات العسكرية عن إسرائيل. لدى الديمقراطيين العديد من المشكلات المتعلقة بالخطاب، من بينها عدم شعبيته داخل الحزب، وكذلك الخشية من استغلال الجمهوريين وجهة نظر الحزب الديمقراطي تجاه نتنياهو لإحداث صراع داخلي بين الديمقراطيين، وجذب جماعات اللوبي اليهودي لدعم مرشحهم في الانتخابات الرئاسية، فضلاً عن أنه يعيد لهم ذكريات خطابه في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما الذي كان أساساً للتوتر بين نتنياهو والديمقراطيين.
ولذلك يكافح بعض الديمقراطيين الذين حاولوا موازنة دعمهم لإسرائيل وعدم ارتياحهم لإدارة الحرب في تحديد ما إذا كانوا سيحضرون الخطاب أم لا، فيما يأمل البعض في إجراء محادثة حول الموضوع من الأساس للتوصل إلى رؤية أفضل السبل الممكنة. ووسط ارتفاع الفجوة بين واشنطن وتل أبيب بسبب الممارسات العدوانية ضد الفلسطينيين وحجب إدارة بايدن علناً أسلحة معينة عن الجيش الإسرائيلي، يكثف اللوب الصهيوني جهوده وراء الكواليس للحصول على دعم الولايات المتحدة للحملة الإسرائيلية، وهو الأمر الذي يؤثر بالتبعية على حسابات الصراع بين قطبي السياسة الأمريكية. للقراءة والتحليل أرحب بضيفي السفير مسعود معلوف الدبلوماسي السابق والخبير في الشؤون الأمريكية. أهلا بك معالي السفير، دوما معنا في هذه الإضاحات والإضاءات. شكرا. في جولاتنا الانتخابية في عالم الانتخابات الأمريكية. طيب معالي السفير، أولا يعني أسأل سؤال عام قد يخطر على البال، لماذا تم دعوة نتنياهو؟ لأنه قبل دعوة من الكونغرس لإلقاء هذه الكلمة، ما الهدف أصلا من أن يتم دعوة نتنياهو لإلقاء كلمة في الكونغرس؟ أولا تحية لك وتحية للمشاهدين الكرام. موضوع إسرائيل وموضوع نتنياهو قد أصبح أحد العناصر الهامة في الحملة الانتخابية. الجمهوريون يستعملون ذلك، يودون إظهار محبتهم لإسرائيل ولنتنياهو للحصول على تأييد اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة في الانتخابات القادمة. نعرف أنه في 5 نوفمبر، أي بعد 5 أشهر إلا يوم واحد، ستجري الانتخابات الرئاسية، انتخابات لمجلس النواب. 435 عضوا في مجلس النواب سيتم انتخابهم، هذا يحصل مرة كل سنتين، وثلث أعضاء مجلس الشيوخ كل سنتين يحصل تغيير ثلث أعضاء مجلس الشيوخ. إجمالا اللوبي الإسرائيلي يقوى عوده في هذه المرحلة، في المراحل الانتخابية، لأن عنده أموال كثيرة، هنالك الكثير من اليهود الأمريكيين الذين يدعمون إسرائيل ويدعمون اللوبي الذي هو بدوره يساهم في الحملات الانتخابية للذين يؤيدون إسرائيل. هذا من جهة. من جهة ثانية، عندما لاحظ الجمهوريون أن هنالك قسما من التقدميين في الحزب الديمقراطي لا يؤيدون ما تقوم به إسرائيل حاليا من أعمال وحشية ضد الفلسطينيين، أحبوا إظهار هذا الانقسام داخل الحزب الديمقراطي، وخاصة بما أن الآن نحن في سنة انتخابية، هنالك قسم من الديمقراطيين الذين يجدون نفسهم مضطرين لمسايرة اللوبي الإسرائيلي، اللوبي اليهودي الأمريكي، لكي يحصلوا على تأييد، على دعم مادي، لأن المادة المال يلعب دورا كبيرا في الانتخابات هنا، سواء للسفر إلى مختلف المناطق لاستئجار قاعات وملاعب وغير، للاحتفالات، للمهرجانات النيابية من أجل الدعايات الانتخابية وغير ذلك من الأمور. اللوبي الإسرائيلي يلعب دورا هاما، والآن هذه السنة دوره أهم من الماضي. يعني هنا يا سيد السفير أسأل، هل فعلا استخدم اللوبي اليهودي أداة التشهير كما تشير حضرتك والمال ربما في سبيل الضغط لدعوة نتنياهو؟ هل فعلا لعب دورا في هذا المسار، وبالتالي يعني يحيلنا ذلك إلى سؤال عن دور أيباك مثلا وجماعات الضغط الأخرى المؤيدة لإسرائيل على يعني الانتخابات والعملية الانتخابية؟ نعم، إشارتك إلى أيباك في محلها تماما. أيباك هو اللوبي الإسرائيلي الأقوى في الولايات المتحدة، وهو الذي يلعب الدور الأكبر في الانتخابات الأمريكية تأييدا لإسرائيل. هنالك لوبيات أخرى إسرائيلية أو بالأحرى يهودية أمريكية لا تؤيد أيباك وتزاحم أيباك، ولكنها ضعيفة وليس عندها القوة التي يملكها أيباك، لأن أيباك يحصل على تمويل كبير من كبار النافذين
اليهود الأمريكيين الذين يسهلون له إيصال الأموال التبرعات الكبرى. أيباك تلعب دورا كبيرا جدا، والآن أيباك خصص 100 مليون دولار لمحاربة 5 أعضاء في مجلس النواب هم معروفون بعدم تأييدهم لإسرائيل وتأييدهم للقضية الفلسطينية. وأيضا اللوبي الإسرائيلي ليس فقط في الانتخابات، له دور كبير أيضا في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، يلعب دورا كبيرا في ذلك. ولكن هنالك طبعا الآن رأينا التطور الذي حصل في وسائل التواصل الاجتماعي التي كانت موازية إلى حد ما للإعلام بطريقة عبر إظهار ما تقوم به إسرائيل من أعمال وحشية ضد النساء والأطفال والمدنيين في قطاع غزة. وهذا ما أدى إلى الإضرابات التي حصلت في الجامعات والاعتصامات وغير ذلك، أي أن الآن اللوبي ما زال قويا جدا هنا، ولكن هنالك مزاحمة. معالي السفير، في مسألة اللوبي يعني خطر على بالي وأنت تجيب الآن على هذا التساؤل، إذا كان اللوبي اليهودي تحديدا أيباك وغيره يعني من اللوبيات الموجودة في الداخل الأمريكي تلعب دور مهم وقوي في نتائج الانتخابات، لا شك أنه الرئيس السابق دونالد ترامب أعطى لإسرائيل ما لم يعطه رئيس أمريكي من قبل يعني، وكان هناك خطوط مفتوحة واعترف بذلك وهم يعترفون بذلك، ومع ذلك هو لم يستطع أن يساعد ترامب في الانتخابات السابقة التي فشل فيها ونجح جو بايدن. أنا أريد أن أفهم ما الذي حصل إذن إذا كان اللوبي بهذه القوة؟ نعم صحيح، تساؤلك في محله تماما، ولكن الجواب على ذلك هو في أن 70% من اليهود الأمريكيين هم أعضاء في الحزب الديمقراطي والأقلية في الحزب الجمهوري. ترامب هو من الحزب الجمهوري وهنالك التزام بالحزب الديمقراطي. الرئيس بايدن صحيح أنه هو من الحزب الديمقراطي، وصحيح أن الرئيس ترامب أعطى إسرائيل ما لم يعطها أي رئيس قبله، اعتراف بالعاصمة القدس صحيح. عاصمة نقل السفارة إليها صحيح. أكثر من ذلك ألغى المكتب الوطني الفلسطيني، المكتب الدبلوماسي الفلسطيني في واشنطن، انسحب من الأونروا واعترف بأن أراضي الجولان السورية هي أراضي إسرائيلية، يعني أمور غير متوقعة وغير مقبولة إطلاقا. ولكن علينا ألا ننسى أن الرئيس بايدن هو أيضا كثير التحمس والتأييد لإسرائيل، وهو القائل في مطار بن غوريون في شهر يوليو من عام 2022 عند وصوله لأول زيارة كرئيس للولايات المتحدة إلى إسرائيل، قال: أنت لست بحاجة أن تكون يهوديا لتكون صهيونيا، أنا صهيوني صحيح. أي أن هنالك تزاحم بين الرئيس بايدن والرئيس السابق ترامب على من يؤيد إسرائيل أكثر من الآخر، كل واحد منهم يود أن يظهر بأنه يؤيد إسرائيل أكثر من الآخر، ولكن بالنتيجة اليهود الأمريكيين بأكثريتهم ضعفي من الحزب الديمقراطي لقاء ثلث في الحزب الجمهوري، وهذا ما يجعل يعطي الرئيس بايدن بعض الحظوظ بالرغم من تأييد اللوبي الإسرائيلي، أي أن اللوبي الإسرائيلي الذي يدعم بكثير من القوة يدعم من يؤيد إسرائيل هو لا يدعم ترامب بصورة مطلقة. وعندما أعطى ترامب كل هذه الأمور لإسرائيل وألغى موضوع حل الدولتين بالإضافة إلى كل الأمور الأخرى، انزعج إلى حد ما هنا اللوبي الإسرائيلي، لأنه يعتقد أنه ليس من مصلحة إسرائيل أن لا تكون هنالك دولة فلسطينية، ليس حبا بالفلسطينيين ولكن حبا بإسرائيل لقناعتهم بأن إقامة دولة فلسطينية هي لمصلحة إسرائيل أيضا، إذ أنها تنهي النزاع وتخفف عن إسرائيل الكثير من الهموم والمشاكل والاعتداءات التي تحصل باستمرار. طيب معالي السفير، يعني وفق يعني تقارير صحفية كثيرة وتحليل الخبراء، من المتوقع أن تكون هناك مقاطعة كبيرة لكلمة نتنياهو في جلسة الكونغرس، هل تتوقع ذلك؟ هل تتفق مع هذه التحليلات؟ وما تأثير يعني هذه المقاطعة على هذه الكلمة؟
ما أتوقعه هو مقاطعة قوية، نعم، من داخل الحزب الديمقراطي طبعا، ليس الجمهوري، الجمهوريون مفهوم. هم متفقون طبعا. نعم بصورة مطلقة، ولكن أكثر من المقاطعة أنا أتوقع أن تحصل الكثير من الإضرابات، من الاعتصامات، من التظاهرات في شوارع واشنطن ضد زيارة نتنياهو، لأن هنالك موجة داخل المجتمع الأمريكي، خاصة عند عناصر الشباب الأمريكيين الذين لا يقبلون ما تقوم به إسرائيل ضد المواطنين الفلسطينيين الأبرياء المدنيين. ولذلك لا أتوقع فقط مقاطعة قوية من قبل الحزب الديمقراطي، ولكن أيضا أتوقع تظاهرات في الشوارع في العاصمة. هذا مع العلم أن تاريخ قدوم نتنياهو أو تاريخ إلقائه لم يتحدد بعد في الكوم لم يتحدد بعد، وربما لا نعرف إن كانت ستحصل أمور ستؤدي إلى مثل إلغاء ذلك، بالرغم من أن هذا من الأمور الصعبة، ولكن التاريخ طالما أن التاريخ لم يتحدد بعد تبقى هنالك الكثير من الأمور العالقة في هذا الموضوع. أشكرك شكرا جزيلا من العاصمة الأمريكية واشنطن السفير مسعود معلوف الدبلوماسي السابق والخبير في الشؤون الأمريكية، شكرا لك. شكرا لك. إذن مشاهدينا الكرام، هذه نهاية هذه الوقفة مع الانتخابات الأمريكية. بعد قليل ألتقي حضراتكم مع جديد الانتخابات، لكن سيكون لنا وقفة مع انتخابات البرلمان الأوروبي، وربما سنذهب أيضا إلى الانتخابات في الانتخابات البرلمانية في جنوب أفريقيا وما آلات هذه الانتخابات. أشكر لحضراتكم حسن المتابعة، ابقوا دوما في أمان الله، إلى اللقاء. هذه تحياتي ياسر رشدي.